أنا أحمد سامي ودي قناة عقارات في المعادي. عشان تعرف أسعار الشقق في المعادي فأنت لازم تتعرف على المعادي الأول. منطقة المعادي هي أحد أهم وأميز المناطق في القاهرة. في الفيديو دوت إحنا هنحاول نشرح المعادي ونحدد سعر المتر فيها وإيه أهم الأماكن اللي أنت ممكن تشتري فيها في المعادي. أول منطقة وهي منطقة المعادي القديمة، ودي بتتميز إن هي مقر للسفارات والهيئات الدولية، وبتشتهر بارتفاع أبراجها لأن فيها برج بارتفاع الهرم الأكبر، وكمان هي مقر للفنادق الفخمة زي فندق كاروتيل وفندق سوفيتيل المعادي. تسويق زي المعادي سيتي سنتر وكارفور المعادي، وأهم مبانيها زي مكتبة المعادي وأكاديمية السادات ونوادي زي نادي وادي دجلة ونادي الصيد، ومدارس زي مدرسة الليسي فرانسي ومدرسة فيكتوريا. وسعر المتر هناك بيتراوح ما بين 7500 جنيه ل 8000 جنيه، وبيرجع طبعا السعر على حسب نوع التشطيب وموقع العمارة وموقع الشقة من العمارة، وده طبعا مش قانون ثابت لأسعار الشقق اللي موجودة. وتاني منطقة وهي المعادي الجديدة، ودي بتتميز بكثرة شركات البترول فيها، وبتبدأ من ميدان اللاسلكي لحد الاوتوسترول ومساكن العرايس وسائر قريش، وسعر المتر هناك بيتراوح ما بين 7000 جنيه ل 7500 جنيه. تالت منطقة وهي منطقة سرايات المعادي ودجلة، ودي بتتميز بفخامة مبانيها وهدوء شوارعها، ومعظم سكانها عبارة عن أجانب، ومعظم المباني فيها عبارة عن فيلل، وبيتراوح سعر المتر هناك ما بين 12000 جنيه ل 12500 جنيه. رابع منطقة هي منطقة استيراد المعادي، ودي من البساتين وسائر قريش لحد ترى، وبيتنوع فيها مستوى العقارات في الأحياء المحيطة بالطريق ما بين الشعبية والمتوسطة وفوق متوسطة، وفيها تجمعات سكانية لضباط الشرطة على جوانب طريق الاستيراد، وسعر المتر هناك بيتراوح ما بين 5000 جنيه ل 5500 جنيه. خامس منطقة وهي منطقة زهراء المعادي، ودي من المناطق الجديدة في المعادي، وفيها إسكان متوسط وفوق متوسط، وبعض المناطق فيها إسكان فاخر، وأشهر معالمها هي محمية وادي دجلة وشركة فودافون، وبيتراوح سعر المتر هناك ما بين 7000 جنيه ل 7500 جنيه. سادس منطقة هي منطقة دائري المعادي، ودي منطقة جديدة وبتتميز بقربها من الطريق الدائري اللي بيخليها قريبة من التجمع والمناطق الجديدة في القاهرة، وبتتميز بوجود خدمات كتير زي منطقة كارفور المعادي وجامعات زي أكاديمية مودرن وغيرها. وأهم منطقة فيها هي منطقة المعراج العلوي والسفلي، وبتتميز إن فيها كومباوند كتير زي أشجار درنا والمعادي هايتس وتيجان وغيرها كتير، وسعر المتر هناك بيتراوح ما بين 6500 جنيه ل 7000 جنيه. سابع منطقة وهي منطقة كورنيش المعادي، ودي بتبتدي من المحكمة الدستورية حتى منطقة ترى، وفيها ثلاث مداخل رئيسية، وتعتبر منطقة الكورنيش من الأماكن الراقية في المعادي، وأبرزها أبراج عثمان وفاميلي لاند، وسعر المتر هناك بيتراوح ما بين 8000 جنيه ل 8500 جنيه. تامن منطقة وهي منطقة حدائق المعادي، ودي بتعتبر منطقة شعبية، وبيتراوح فيها السعر ما بين 4000 جنيه ل 4500 جنيه. لو عندك شقة أو فيلا في المعادي أو أي عقار في المعادي ممكن نساعدك في البيع أو الإيجار، لأننا في قناة عقارات في المعادي هننزل كل منطقة من دول ونصور فيها الشقق بيع أو إيجار جديد أو إيجار قديم أو إيجار مفروش، وكمان المحلات التجارية والأراضي والمقرات الإدارية والأنشطة الخدمية. أتمنى الفيديو يعجبكم، وما تنسوش تدعمونا باشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو.